النقطة الأولى سلطان السيد المسيح المطلق على الموت والخلق. يعني إيه؟ السؤال الأول هو موضوع إقامة ميت من بين الأموات، هل ده كان شيء غريب بالنسبة لليهود؟ لا. ليه؟ لأنه عندنا ثلاث معجزات في العهد القديم فيها إقامة من بين الأموات. عندنا معجزة إقامة ابنة أرملة صرفة صيدا، ودي اللي عملها إيليا النبي. إيليا النبي قوم هذه الابنة قومها من بين الأموات. الولد ده كان ابن لأرملة في صرفة صيدا، ودي اللي كان مقيم إيليا معاها، وهي اللي كان بتعوله بتدبير من الله، ومات ابنها. يقول كده انه إيليا النبي صلى لربنا وقال له: أيها الرب إلهي، أيضا إلى هذه الأرملة التي أنا نازل، انظر إلى هذه الأرملة التي أنا نازل عندها، قد أسأت بإماتتك ابنها. فتمدد على الولد 3 مرات وصرخ إلى الرب وقال: يا ربي وإلهي، لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه. فسمع الرب لصوت إيليا فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش. وأيضا معجزة تانية، معجزة إقامة ابنة المرأة الشانومية، ابن المرأة الشانومية. إليشع كانت في مرأة في شونم، والمرأة دي كانت عملت مكان كده علشان لما إليشع يعدي من هناك يقعد في المكان ده ويبات فيه. فهذه المرأة ما كانش لها أولاد، والنبي إليشع هو اللي صلى عشان ربنا يخليها تجيب ولاد، فجابت الولد ده. ولما كبر الولد شوية تعب ومات، فراحت له عدبته وقالت له: ما أنا كنت كويسة وراضية بحالي، تخلي ربنا يبعت لي ولد عشان ياخده مني؟ فجري بسرعة وأقام هذا الولد، وربنا سمع لصلاته وقام الولد من بين الأموات. يبقى دول معجزتين. طب والمعجزة الثالثة؟ عظام إليشع النبي أقامت ميت من بين الأموات. كان في مجموعة ناس ماشيين رايحين يدفنوا واحد، وبعدين لقوا جيش أرام. الأرام دول اللي هو ناحية السوريين، كان الجيش ده جاي فخافوا، فراحوا رامين الراجل وجريوا بسرعة. فلما رموه وقع في المكان اللي كان مدفون فيه إليشع، فقام من بين الأموات لما لمس جسده عظام إليشع. وفيما كانوا يدفنون رجلا إذ بهم قد رأوا العزاة، فطرحوا الرجل في قبر إليشع، فلما نزل الرجل ومس عظام إليشع عاش وقام على رجليه. إذن لم يكن إقامة ميت من بين الأموات أمر غريب بالنسبة لليهود، ولكن بل السيد المسيح أعطى هذا السلطان أيضا لتلاميذه، قال لهم: وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين: إنه قد اقترب ملكوت السموات. اشفوا مرضى، طهروا برصا، أقيموا موتى، اخرجوا شياطين، مجانا أخذتم، مجانا أعطوا. طيب، أما المعجزة دي ليه كانت سبب في أن رؤساء الكهنة يحاولوا يتأمروا على السيد المسيح، وكان السبب في أن عدد كبير من اليهود يأمنوا بلاهوت السيد المسيح وانه هو الله الظاهر في الجسد؟ لانه العازر كان ليه 4 ايام. كل المعجزات اللي احنا ذكرناها دي كانت عبارة عن ان الروح فرقت الجسد لفترة بسيطة، لكن العازر كان ليه 4 ايام. فما كانش بس السيد المسيح محتاج انه يعيد روحه الى جسده، لا، ده محتاج يخلق له جسد جديد. يعني في كل المعجزات اللي ذكرناها دي كان شخص فرقت روحه جسده فترة بسيطة وربنا أراد أن روحه ترجع تاني، لكن لعازر قد أنتن، يعني تحلل، يعني محتاج أخلق له جسد تاني وأرجع له روحه، ودي حاجة ما حصلتش.
لأن هذا السلطان الخاص بالخلق لا يعطيها الله لأحد، لأنه هو الخالق العظيم، مش ممكن يديه لحد إلا لنفسه فقط. فكل اللي يؤمنوا بالسيد المسيح عمرهم ما فكروا في أنه يقدر يقيم لعازر، عشان كده مرسى قالت له: ألا أعلم أنه سوف يقوم في اليوم الأخير، لكن ما جاش في ذهنها أبدا أنه ممكن يقوم بين الأموات، مش ممكن، قد أنتم، استحالة. ومن هنا كانت هذه المعجزة إعلان لأن السيد المسيح هو الله الظاهر في الجسد، لأنها معجزة إقامة ميت وخلق جسد جديد له، لم تكن معجزة إقامة ميت من بين الأموات زي المعجزات اللي ذكرناها قبل كده. وعشان كده اليهود كلهم لما كانوا بيسمعوا المعجزة ما كانوش يصدقوا، كانوا يقولوا يذهبوا ويبصوا فعلا ده كان ميت، وده اللي حصل فيهم حد الشعنين. بعد اسبوع من المعجزة دي عدد كبير من اليهود راحوا بيت لعازر عشان يشوفوه ويتأكدوا، مش مصدقين. والعدد الكبير ده بات مع السيد المسيح لحد يوم الحد الصبح، ومشي معاه في موكب عظيم وهو داخل ايه اورشليم في يوم حد الشعنين. والموكب ده قبله موكب تاني خرج من اورشليم لاستقبال السيد المسيح، فالموكبين لما تقابلوا مع بعض صار عدد ضخم جدا ماشي معاه وهو داخل اورشليم. فالمعجزه دي كانت احد الاسباب في استقبال السيد المسيح في يوم حد الشعنين باحتفال عظيم. النقطه الثانيه اللي عايزين نتكلم عليها هو تغيير مفهوم الموت. السيد المسيح قال انه الموت هو عباره عن نوم، لأن التلاميذ لما سألوه هو العازر مال قال إيه؟ العازر حبيبنا قد نام لكني أذهب لأوقظه، ما قالش مات، قال كده: العازر حبيبنا قد نام لكني أذهب لأوقظه. والنوم معناه الراحة، الهدوء، السلام، لأنه كان مفهوم الموت في العهد القديم هو عقوبة. يعني الإنسان اللي ربنا ياخده في سن صغير دي تبقى عقوبة، لكن الإنسان اللي يموت في سن كبير ده يبقى ربنا راضي عنه. ده كان مفهوم الموت في العهد القديم، مخيف لأي شخص. وكانوا عارفين إنه مهما الإنسان كان كويس في النهاية روحه هتنزل إلى الجحيم، لأن هم كلهم منتظرين الخلاص اللي هيقوم به السيد المسيح. عشان كده يعقوب، أبونا يعقوب لما جابوا له قميص يوسف ابنه قال: أنزل بشيبتي نائحا إلى الهاوية. خلاص ما فيش غير الهاوية، ما فيش اختيار تاني. فالكل كان يخاف الموت، لكن السيد المسيح غير المفهوم وقال إن الموت عبارة عن إيه؟ نوم، يعني راحة، يعني مكافأة. وعشان كده لما جه يقوم ابنة يايروس قال لهم كده: لماذا تضجون وتبكون؟ هم كانوا الناس اللي في البيت بدأوا يبكوا ويعملوا بقى المظاهر بتاعة الحزن، يعني لم تمت الصبية لكنها نائمة. فكلهم ضحكوا عليه. السيد المسيح كان عاوز يغير المفهوم، بيقول لهم انه اللي بيموت وهو مؤمن بيا ده بينال الراحة الأبدية، بينال المكافأة الحقيقية. عشان كده في سفر الرؤيا يقول: فأعطوا كل واحد ثياب بيض وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا حتى يكمل العبيد رفقاءهم وإخوتهم أيضا العتيدون أن يقتلوا مثلهم. ده بيكلم عن نفوس الناس اللي ماتت من أجل الشهادة للسيد المسيح. فأعطوا كل واحد ثياب بيض وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا. وأيضا في سفر الرؤيا يقول: اكتب طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. نعم يقول الروح،
لكي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تذبحهم. إذن الموت أصبح يساوي الراحة، الموت أصبح يساوي المكافأة الحقيقية اللي كل إنسان بياخدها لما يسيب الدنيا. المكافأة الحقيقية اللي بياخدها الإنسان على أتعابه وأصوامه وجهاده طول حياته هو الموت، عكس العهد القديم تماما اللي كان بيعتبر الموت عقوبة. إذن النقطة الأولى اللي اتكلمنا عنها سلطان السيد المسيح على الموت والخلق، والنقطة الثانية هي تغيير السيد المسيح لمفهوم الموت. النقطة الأخيرة، السيد المسيح لم يدخل بيت لعازر. يعني إيه؟ يعني اللي موجودين في البيت ما كانوش مبسوطين، ما كانوش متعزيين. مرسى لما قابلت السيد المسيح قالت له إيه؟ لو كنت هاهنا لم يمت أخي. وده ساعات احنا بنكررها كتير لما ما بنكونش قابلين إرادة الله ومشيئته في إنه أخد نفس من وسطنا. نقول له ليه؟ واشمعنى؟ ما أنا صليت كتير، كنت تسيبها لي ولو سنة كمان. ما سمعت الصلوات ليه؟ وبعض الأحيان وإحنا بنقول ليه؟ بنتهم الله بالظلم. ما إحنا ما دام قلنا له ليه؟ معنى كده إن هو إيه؟ ظلمنا. يبقى هذه النفس المتذمرة ما يقدرش السيد المسيح يدخل المكان في بتاعها، ما يقدرش يعزيها لأنها رفضته. زي واحد عاوز يدخل البيت وانت بتقول له انت ظالم، انت مش بتسمع صلواتنا، انت مش عادل. كل دي في كلمة اسمها ليه؟ ليه يا رب؟ فالإنسان المتذمر لا يستطيع السيد المسيح أن يدخل إلى قلبه أبدا. اقبل واشكر، صلي بشكر عشان يقدر ربنا يدخل قلبك ويعزيك. السيد المسيح يخبط، أنا واقف على الباب وأقرع، لكن مش ممكن يكسر الباب ويدخل أبدا، لازم أنا اللي أفتح له. طب وإذا اعتذرت زي عروس النشيد وقلت له هلبس لسه الثوب بتاعي، أنا خلاص قلعت الثوب. الثوب ده اللي هو الإنسان بيلبسه لما يكون خارج أو يستقبل حد، أنا خلاص رايح أنام مش فاضي، غسلت رجلي فكيف أوسخهما؟ لا لا لا، مش هينفع. بعدين مش هيدخل، يقول لك حبيبي تحول عني وعبر. فعشان يدخل السيد المسيح بيتك افتح له الباب. كل الناس تقول لك ما انا فاتح له الباب، لا، ما لو في تذمر مش يبقى انت قافل الباب، لو في خطيه محبوبه يبقى انت قافل الباب، لو انت مخاصم ناس وكارههم ومتضايق منهم وبتدي عليهم يبقى انت قافل الباب، فمش هيدخل، مش هيقدر يدخل جوه ولا يبارك مكانك. ممكن تكون انسان بتتناول وموجود في الكنيسه وخادم، لكن انت مش واخد بالك انك انت قافل الباب. فخد بالك، لحسن الباب يكون مقفول، فمش هيقدر يدخل البيت ده، ما يقدرش يدخل. مين مثال للشخص كان دايما فاتح الباب؟ داود النبي. داود النبي كان عنده ابن، والابن ده كان جابه من علاقه غير شرعيه. فلما الابن اتولد ربنا جاب للابن ده، سمح للابن ده بمرض، فقعد داود النبي 3 أيام يصلي ويصوم ويسجد وقلع الثوب بتاع الملك ولبس خيش عشان ربنا يرحم الولد. مات الولد، داود عمل ايه؟ ما قالش ليه يا رب، ما زعقش مع ربنا، ما قالش انت يا رب ما سمعت الصلاة. قام اغتسل، لبس الثياب الملكية وذهب إلى بيت الله وسجد وشكر. وده المنهج اللي المفروض كل إنسان يعمله، أشكرك يا رب بس عزيني، ما تسيبنيش، وقف معايا،
ادي يا رب النفس اللي انت خدتها مكان حلو في السماء. ده الاسلوب اللي يعجب ربنا ويخلي الانسان متعزي ويخلي ربنا يدخل البيت، مش زي مرسى ومريم اللي ربنا ما دخلش بيتهم. خلي ربنا يدخل بيتك ويبارك فيك وفي أسرتك. يبقى احنا اتكلمنا عن ثلاث نقط. أول نقطة سلطان السيد المسيح المطلق على الموت والخلق. ثاني نقطة السيد المسيح غير مفهوم الموت وأصبح الموت هو الراحة الأبدية والراحة الحقيقية. ثالث نقطة السيد المسيح يريد أن يدخل بيتك فلا ترفضه ولا تمنعه بتذمرك وخطاياك. وإلهنا المجد دائما أبديا أمين. على بريزبيب بطوخ نوم اسمين اسعوم وبنت باي اهو بقوي بقوي كطابع.